السلام عليكم. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الثريشولد سيجمنتيشن وعن الريجون بيست سيجمنتيشن، وقلنا ان الثريشولد سيجمنتيشن ثلاث انواع: الجلوبال والمالتيبل والفاريبل. الفاريبل ليه ثلاثه ميثودز اللي هي البارتشننج واللوكال والموفينج افريج، وريجون بيست ليه اتنين الجوريزمز. اول واحد بيعتمد على ريجون جروينج، وتاني واحد اللي هو السبليتنج والميرجينج. تالت بقى نوع في السيجمنتيشن هنتكلم عليه اللي هو الكلاستر بيزد، اللي هو السيجمنتيشن اللي بيعتمد على الكلاسترنج. طيب الكلاستر اصلا يعتبر سوبرفايزد ليرنينج ولا ان سوبرفايزد ليرنينج؟ الكلاستر يعتبر ان سوبرفايزد ليرنينج، لكن الكلاسيفيكيشن يعتبر سوبرفايزد ليرنينج. طيب الكلاستر اندبندنت اوف النيبرز، مش بيعتمد على النيبرز، يعني البكسل ملهاش علاقة بأي بكسل حواليها، تمام؟ طيب الكلاسترنج organizing الداتا into classes such that ال high intra-class similarity وال low inter-class similarity، تمام؟ الكلاستر بيعتمد على ان هو بيقسم الداتا لمجموعة classes زي ايه؟ زي ال high intra وال low inter. اعتقد يعني، بس مش متأكدة من المعلومة دي، ان ال high intra السيميلاريتي بتاعها عالي والاختلاف اللي فيها قليل، اللو انتر العكس. يعني اعتقد ان يعني كنت قريت حاجة زي كده، بس مش متأكدة هي صح ولا لا. ما علينا، هنا دلوقتي احنا قلنا الكلاسترنج ان سوبرفايزد ليرنينج والكلاسيفيكيشن سوبرفايزد ليرنينج. جايب لي هنا الفرق بينهم مقارنة، دي طبعا بتتحفظ. اللي هيهمني هنا دلوقتي عشان نكمل الشرح ان الالجوريزمات اللي من ضمن الالجوريزمات اللي بننفذ بيها الكلاسيفيكيشن الديسيجن تري، من ضمن الالجوريزمات اللي بننفذ بيها الكلاسترنج الكي مينز. احنا هنشتغل دلوقتي بالكي مين الجوريزم. طيب وات از ناتشرال جروبنج؟ عمليه الجروبنج دي بتتم ازاي؟ لو انا عندي مثلا شخصيات زي كده، اقدر امثلهم ازاي؟ اقدر اقسمهم ازاي؟ ممكن اقسمهم مثلا لميل وفيميل، فممكن دي تبقى فيميل ميل، مش عارفة دي، بس ممكن نقول مثلا فيميل ميل ميل فيميل ميل فيميل ميل، تمام؟ ممكن نقسمها على حسب مثلا ايه، في هنا بيقول لي ايه سيمبسونز فاميلي، على حسب الفاميلي وعلى حسب السكول امبلويز. يعني مثلا ده وده ودي ودي وده يعتبروا فاميلي، والباقي يعتبر سكول، ممكن على اساس الفيميلز والميلز، تمام؟ اذا الكلاسترنج يعتبر سبجكتيف. سبجكتيف يعني بيقسم على حسب ايه؟ على حسب حاجة معينة. يعني كل الداتا اللي جوه الكلاستر دوت بيتميزوا بميزة معينة. طيب الكي مين كلاسترنج بقى، الكي مينز كلاسترنج الجوريزم واز ديفلوبد، دي مقدمة عنه مش هتهمنا قوي. السمبل سبيكينج كي مينز كلاسترنج از ان الجوريزم تو كلاسيفاي، شوف بقى الكي مين بيعمل ايه، كلاسيفاي اور تو جروب the objects based on attributes أو features into k groups. يعني إيه؟ يعني بيقسم الداتا اللي موجودة عندي أو بيعمل لها classify الـ objects اللي موجودة عندي على أساس الـ attributes بتاعتها أو الـ features بتاعتها into k groups. طيب الـ k ده ممكن يكون أي رقم positive integer، أي عدد صحيح موجب، الـ k ممكن يكون أي عدد صحيح موجب. The grouping is done. طب عملية الجروبنج دي بتتم ازاي؟ By minimizing the distance between the data and the corresponding cluster centroid. يعني ايه؟ السنترويد ده هو الرقم اللي بختاره اللي على اساسه بحدد الكلاستر اللي هو الكي، تمام؟ طيب بقيس المسافة بين السنترويد وبين كل ايه؟ كل بيكسل موجودة. والأقل في المسافة، المسافة اللي بقي يعني أي بيكسل المسافة بينها وبين السنترويد هتكون أقل، هي اللي هتتحط في الكلاستر بتاعها. يبقى عملية الجروبنج بتتم على أساس إن أنا بقيس الديستانس بين السنترويد وبين البيكسلز اللي حواليها. زي هنا مثلا ده قبل الكي مين، مجموعة سكاتر داتا، داتا متبعترة، سكاتر يعني متبعترة،
وبقى هنا اتقسمت بقى لثلاثة كلاسترز بعد ما طبقت الالجوريزم بتاع الكيمي ده. الفلوت شارت بتاع الكيمين هنقوله كمان شويه، هو هيجي بعد شويه متفسر بشكل اوضح يعني. طيب ده مجموعه سكاترد داتا محطوطه، تمام. علشان عايزه احدد بقى هعملها في كام كلاستر، لو قلت مثلا هحددها في 3 كلاسترز فهحدد النقط السنترويد بتاعتي كي 1 كي 2 كي 3، 3 نقط سنترويد بحددهم علشان من خلالهم هقسم لكلاسترز. يعني حددت 3 سنترويد يبقى هقسم ل3 كلاسترز. ببدا اقيس الديستانس بين كل بيكسل موجوده في الصوره وبين بين السنترويد اللي انا حددته. مثلا النقطة دي هقيس الديستانس بينها وبين الكي 1 وبينها وبين الكي 2 وبينها وبين الكي 3، وأقل مسافة هتطلع هضمها للكلاستر بتاعها. يعني من الواضح كده ان المسافة بين البكسل دي وبين كي 1 هي أقصر مسافة، يبقى النقطة دي تبع كي 1. طيب لو النقطة دي هقيس الديستانس بينها وبين الكي 2 وبين الكي 1 وبين الكي 3، هلاقي ان اقصر مسافه بينها وبين الكي 2، يبقى هضمها للكلاستر بتاع الكي 2. لو جيت هنا هلاقيه خد لي الداتا البيكسلز كلها ضمها للسنترويد القريب ليها، فقسم لي الداتا لثلاثه كلاستر. طيب هنا مثلا غير مكان الكلاستر، غير اماكن السنترويد بيكسلز، حط مثلا الكي 1 هنا والكي 3 هنا والكي 2 هنا، فبالتالي التقسيمه هتكون كده. بس هو ملون دي بالاخضر، يعني معنى كده ان الديستانس بين هنا وهنا اقل من الديستانس بين هنا وهنا. طيب بس هي غالبا النقطة دي تعتبر اوتلاير او نويز. فاصلا من عيوب الكيمين كلاستر ان هو ما بيتعاملش مع النويز، فالنقطة ديت مش هتتحط مظبوطة في مكانها. يعني ممكن هو ضمها هنا بس ده مش الاوبتمال بتاعها. فهي مشكلة الكيمين كلاستر ان هو ما بيتعاملش مش افيشنت مع الـ الاوتلايرز او مع النويز، والبيكسل دي بعيدة شوية، فهي مش هتتحط صح. هتيجي دلوقتي هنا الكي اسيد ديستانس، يعني مثلا هنا لاحظت ان هو لونهالي بالايه؟ بالاخضر. طب هنا لونهالي بالاحمر مع ان نفس المسافة تقريبا، تمام. فهبدأ اقيس الديستانس بين كل بيكسل وبين السنترويد. طيب لو جيت هنا بقى عشان اشوف نقاط الضعف ونقاط القوه بتاعه الكيمين، خلينا نشوف نقاط القوه السترينث الاول. بيقول ان هو relatively efficient، يعتبر efficient. ليه؟ where ال n is ال hash object k is ال hash cluster. ال n بيقول ان هو بيقول لي ال o تقريبا بيحسب لها البيج o. ال n هي عدد الاوبجكتس، والكي هي عدد الكلاسترز، والتي عدد الايتريشنز، وضارب التي في الكي في الان ده تقريبا البيج او بتاعها اللي هي نسبه الكفاءه بتاعتها يعني. وبيقول لي ان الكي والتي دايما اقل من الان. ماشي، هو يعني عايز يقول لك ان هي افيشنت، هو الالجوريزم ده بيشتغل بكفاءه فحسب له البيج او بتاعته. هي التي في الكي في الان، التي عدد الايتريشنز والان عدد الاوبجكتس، وعدد الاوبجكتس دي اللي هي السكاترد دي، تمام. والكي هي عدد الكلاسترز او السنترويدز اللي احنا استخدمناه. اوفن ترمينيتس اتا لوكال اوبتيمم، غالبا بيديك يعني بيتعامل بيديك اوبتيمال حل اوبتيمال في الاخر. طيب الويكنس بتاعته بقى، النقاط الضعف بتاعته، اول حاجه applicable only when mean is defined. mean اللي هو المتوسط، معنى كده ان هو بيتعامل مع الداتا النيوميريك فقط اللي اقدر احسب لها المين، تمام، بس ما بيتعاملش مع الكاتيجورال داتا، فدي تعتبر نقطه ضعف فيه. تاني حاجه need to specify k the number of clusters،
لازم اديله عدد الكلاسترز الاول. يعني هنا لو انا ما كنتش اديته السنترويدز دي كنت هحدد عدد الكلاسترز ازاي؟ يبقى لازم احدد عدد الكيل، احدد الكيب كام. unable to handle noisy data and outliers، ما بيقدرش يتعامل مع الداتا، ما بيهندلش الداتا الاوتلير. زي ما قلنا هنا النقطة دي، النقطة دي بالنسبة لهم outlier، بالنسبة للسنترويد اللي احنا حسبناه ده كله outlier، فصعب ان هو يتعامل معاه، بيديك ليها نتيجة مش مظبوطة في الغالب. يعني not suitable to discover clusters with non-convex shapes. non-convex اللي هي الاشكال الغير محدبة، دي بصراحة مش عارفة اللي هي ايه، بس يعني not suitable to discover clustering with non-convex shapes، يعني حاجة ملهاش لازمة. يعني هو الأهم إن احنا دلوقتي عارفين إن هو بيتعامل مع النيوميريك داتا، ما بيعرفش يتعامل مع الكاتيجوريكال داتا، والكي بتاعته لازم أحددها له، ما ينفعش أقسم الكلاسترز من غير ما أديله عدد الكلاسترز اللي هيقسم ليهم، وما بيقدرش يتعامل مع الأوتليرز أو النويز داتا. تمام، هو الكلاستر أصلا خفيف ما فيهوش حاجة يعني. طيب بعد كده بقى بيقول لي ال 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 الالجوريزم بتاع الكيمين ده ماشي ازاي على شكل فلوتشارت. اول حاجه بدخل الاوريجينال ايمج، بيكون عندي الصوره الاصليه بتاعتي. بعد كده بعمل لها ايه، بريزنت نمبر اوف كلاسترز كي، بحدد الكي. مش احنا اول حاجه عملناها حددنا كي 1 وكي 2 وكي 3، بديله عدد الكي، عدد الكلاسترز. تاني حاجه بحسب السنترويد اللي هي انا قلت له ان الكي بتساوي 3، ابدا اقول له بقى ان كي 1 هحطها هنا، وكي 2 هحطها هنا، وكي 3 هحطها هنا، ببدا اعمل الكالكوليشن الخاص بالسنترويد. تالت حاجه كالكوليت الديستانس تو سنترويدز فور ايتش بيكسل، ببدا اخد كل نقطه من دول واحسب الديستانس بينها وبين السنترويد اللي انا حددته. بعد كده assign the pixels to cluster based on the distance، بعد ما بحسب الديستانس based on the distance بقى ببدا ادخل كل نقطه منهم في كلاستر، او كل بيكسل منهم في كلاستر بتاعها. طيب بناء على ايه؟ بيقول لي اكبر من الماكسيمم نمبر اوف ايتريشنز، يعني ايه؟ لو الديستانس بتاعتي اكبر من الماكسيمم نمبر اوف ايتريشن، لو ماكسيمم نمبر اوف ايتريشنز يعني ايه؟ عدد الايتريشنز، عدد الخطوات اللي انا مشيتها. لو عدد لو المسافه بين البيكسل وبين السنترويد اقل اكبر من الماكسيمم نمبر اوف ايتريشن، خلاص كده انا وصلت للكلاسترد ايمج. لو نو الشرط ده مش متحقق، هرجع تاني احسب السنترويد. تمام، بس شوف الايتريشنز اللي انا بعملها دي كلها، يعني ان انا ان الناتج الشرط دوت يطلع نو وارجع تاني وامشي كده وارجع تاني، اللوب دي اسمها ايتريشن. لما اعدي اول لوب، يعني اجي من هنا لهنا لهنا لهنا، قال لي نو ارجع تاني، ادي كده اول ايتريشن، واجي هنا 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 وارجع تاني، ادي كده تاني ايتريشن، وهكذا. تمام، ولكن في كل الايتريشنز اللي انا بستخدمها هو الكي ثابت معايا، عدد الكي، عدد الكلاسترز ثابتين، ما غيرتش فيه. اللي بيختلف بس في كل ايتريشن حسابات السنترويد، بغير مكان السنترويد، بغير مكان السنترويد. يبقى هنا احنا كنا حاطين الكي 1 والكي 2 والكي 3 بالمنظر ده، وفي الايتريشن الثانيه لان الاوتبوت مثلا هنا طلع نو او حاجه، او ناتج الشرط طلع نو، فببدا اغير مكان السنترويدز، يعني بحسب السنترويد تاني. تمام، يبقى في كل ايتريشن لما باجي ابدا ايتريشن جديده، ببدا من اول ما بحسب السنترويد لحد ما اوصل ان الشرط ده يتحقق، ان الديستانس بين البكسل وبين السنترويد يكون اكبر من الماكسيمم نمبر اوف ايتريشنز. وعدد الايتريشنز اللي هي عدد اللوب دي، اللوب دي كل ما بنفذها، اللي هي اللوب المقفوله دي، كل ما بنفذها بالنسبه لي كده بعد ايتريشنز. تمام، طيب هنا صوره مديهالي اللي هي الاوريجينال انبوت دي، الاوريجينال ايمج دي بدخلها كانبوت. تمام، الفكره هنا بقى في عدد الكلاسترز، لما بيستخدم تو كلاسترز هلاقي الصوره طلعت كده. طب لما بستخدم 3 كلاسترز بلاقي الصوره طلعت كده. الاختلاف هنا حصل ليه وازاي؟ لما بزود عدد الكلاستر، لما بزود عدد الكلاستر
الداتا اللي جوه كل كلاستر بتقل ليه؟ يعني مثلا هنا عدد البكسل بتاعي ثابت، هل عدد البكسلز دي في كل كلاستر هتبقى نفس عدد البكسل في كل كلاستر لما عدد السنترويد بكسلز دول يكونوا مثلا 5؟ لا، يعني مثلا K1 K2 K3 K4 K5 تمام. هل لما احط 5 سنترويد زي ما هحط 3 سنترويد؟ لا، فعدد البكسلز في كل كلاستر بيختلف على حسب الكلاستر، عدد الكلاسترز اللي انا بكونهم. فهنا حصل كده، segmentation using 2 clusters اداني المنظر ده، using 3 clusters اداني المنظر ده، واداني في حتة تانية. يعني ليه؟ لانه غير التقسيمة، غير التجميعة بتاعت البيكسلز بس. فهو الكلاستر اصلا تافه ما فيهوش حاجة يعني، وعدد السلايدز بتاعته قليلة. فكده يبقى احنا اتكلمنا عن الثريشولد، واتكلمنا عن الريجون بيزد، واتكلمنا عن الكلاسترنج بيزد في السيجمنتيشن.